موجز العاشرة صباحا مشاهدينا ياتيكم من اون لايف، اهلا بكم. يرأس رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل اليوم بمقر هيئة الاستثمار اجتماع لجنة الإصلاح الإداري، ذلك لمتابعة خطة الدولة لهيكلة الوزارات وعملية الإصلاح الإداري للدولة. كما يعقد رئيس الوزراء اجتماعين آخرين لمتابعة مشروع التأمين الصحي والآخر لمتابعة نظام إسورة الحج الذي استحدثته الدولة للحجاج يتضمن كافة بيانات الحجاج. يلتقي وزير الخارجية سامح شكري اليوم مع جابريلا ميكيتي نائب رئيس الجمهورية في الأرجنتين التي تقوم بزيارة إلى القاهرة. ومن المنتظر أن يتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين مصر والأرجنتين بالإضافة إلى قضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. تعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتح المسجد الأقصى المبارك ظهر اليوم بعد إغلاقه لمدة يومين في أعقاب عملية إطلاق النار التي وقعت الجمعة الماضية، وأثار إغلاق المسجد غضبا بين المسلمين، وندد به الزعماء السياسيون الفلسطينيون والهيئات الدينية ودول ومنظمات عربية وإسلامية. استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال فجر اليوم بقرية النبي صالح شمال غرب رام الله. وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية إن قوات خاصة من وحدة اليمام وأخرى من الجيش والشباك أطلقت الرصاص على الشاب ما أدى إلى استشهاده. كما اعتقلت شرطة الاحتلال شابا آخر كان في المكان وتم تحويله للتحقيق. الموجز، نشكر لكم مشاهدينا كرم المتابعة.